ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا، انا عايزه اكلمكم النهارده على حاجه كده. انا كنت في اسوان، تمام، ودخلت عند عطار كبير، فكنت بشتري توابل من هناك يعني. فكانت جيوب الانفيه عندي تعباني جدا، بس فقالي طب انا هديكي حاجه تحللك الموضوع ده خالص. فاديني العلبه دي، ماشي، وكان سعرها 100 جنيه، تمام. فايه دي؟ بصوا، شايفين هي كده؟ عاملين حاجة كده عاملة زي الإزاز متكسرة، اللي اسمها كريستال نعناع. كريستال نعناع ده بتجيب حتة صغيرة منه خالص، تمام، وتغلي مية سخنة وتروح تقعدي تستنشقي فيها كده. ده بالظبط بالظبط كده زي أبو فيس أو زي فيكس، لما بنيجي نحطه كده عند مناخيرنا ونقعد نشم، عارفين كده نفس الإحساس بتاع النعناع ده؟ ده كده زيه بالظبط. بس بصوا، هي العلبة صغيرة، بس الحتة يعني شايفين الحتة الصغيرة، الشعيرات البسيطة دي بتحطيها في المية السخنة وتستنشقي، تحس ان فعلا مناخيرك فتحت، ويعني الدنيا اختلفت معاكي جدا. انا حبيت بس اقول لكم على المعلومة دي، لان دي لقيت حاجة جديدة في السوق، انا ما شفتهاش في القاهرة بصراحة قبل كده. لقيتها في اسوان، مش عارفة، يمكن موجودة هنا عند عطارين كبار، بس انا اول مرة اشوفها، اول مرة اشوفها بصراحة يعني. وفعلا جربتها، كان الموضوع معايا الحمد لله تمام يعني. فلو حد عايز يجرب ممكن تسأله عليها عند اي عطار، لان انا ما لقيتهاش غير عند العطار، اسمها كريستال نعناع. بس كده، رب تكونوا استفدتوا بالمعلومة، وما تنسوش بقى لايك. شكرا.